إذن نحتاج إلى الإخلاص، نحتاج إلى النية الصادقة، نحتاج إلى الصبر والمصابرة، نحتاج إلى الاستمرار في طلب العلم. لا يدرك العلم من الأعمام ولا يرى بالليل في المنام، لكنه يحصل بالتكرار والدرس في الليل وفي النهار. وهذا هو الأمر الثالث، وهو التكرار. لا بد إذا أردت أن يرسخ العلم أن تكرره، سواء كنت تحفظ من القرآن الكريم أو أحاديث نبوية شريفة أو متون من نثر أو نظم، لا بد من التكرار. لا تقول هذا صعب، الصعب يأتي ويتذلل ويذلل بالهمة العالية. كرر وكرر حتى ترسخ هذه العلوم. وأضرب لكم بعض الأمثلة في مسألة التكرار أو التكرار. رأيت أحد الإخوة من السودان وهو يحفظ القرآن الكريم، جاء إلى عمان تقريبا من أقل من سنة، هو ولد شاب يحفظ القرآن الكريم. بعد حفظه للقرآن الكريم قال له والده: رسخ هذا الحفظ بالطريقة الشنقيطية. والشنقيطية نسبة إلى شنقيط في موريتانيا، وهؤلاء مشهورون بالحفظ، بحفظ المتون فضلا عن حفظ القرآن الكريم. قلنا له: وما هذه الطريقة الشنقيطية؟ قال: تردد كل صفحة من صفحات القرآن وأنت تحفظها من قبل 450 مرة، تقريبا نصفها تقرأها من ورقة أو أقل من النصف، الثلث مثلا، وتقرأ الثلثين من غير ورقة، وبهذا يرسخ حفظ القرآن الكريم. ثم إني زرت أيضا مركز تكوين العلماء في موريتانيا العام الماضي، ووجدت الطلاب موسوعات علمية يحفظون كثيرا من المتون. فكان أحد من معي يسأل الشيخ: ماذا تعطون هؤلاء الطلاب ليعينهم على الحفظ؟ قال: لا نعطيهم شيئا، إنما نقول لهم: كرروا حتى تحفظوا. أما ترون الرجل العامي يحفظ سورة الكهف؟ الرجل العامي غير متعلم يحفظ سورة الكهف، وربما حفظ المنجيات السبع. لماذا؟ لأنه يكررها كل أسبوع. فلذلك طالب العلم يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى التكرار. لا يقرأ مرة أو مرتين ويقول: هذا الدرس صعب لا أحفظه. لا، ليس هناك شيء يسمى صعبا، وإنما بالمحاولة والصبر والمصابرة تتذلل الصعاب.